محمد عبد الله أوبلس أو كمدة دلنيرة قبل كجبلي إسياسة دل كاسيدة دولة سعداء أو تي في إس بي سي لها لي أيا تاجر وموتيي مشرح قالها وكيلة قبل كمرودتيح شعيب محمد موسى إسوغو أو كوسيفي شخصي وحبدا كلا سعداء سياسة دا أقوني ويا أرجني منا أوله أرمها سياسة دل كا وحنا وكشيكي دالدي وشعيب محمد موسى بوخسوغ اللي هي حلال كي كلا دوناء وكسوق بطي دالكا كيس كلا وحا وقنفكا كله فتي مشرح نمضى عبد الكريم محمد محمد اساغ اوشيغي ان انو عبد الكريم اهين نن وحبدا كفهمي يا ارمها سياسة دا اسلامار كان انو اهين نن حسبيه هنا ونمتلي كريم بيشو دا كرسيغا قولها وكيلا دا واسيدا وهذا الكودي غي سيدو كلام محمد عبد الله أوبلس أو هذا الكيس سوى تا أي وحى وكذا واتيي إن بيش وكسو تيدو حسب كل مية وحبا وقولين إساق أو بشدة وقباقي إن أي تاجران رجع داق السياسة دا مشرح شعي محمد موسى باخ واسدة وهذا الكود جاي وحنا ويري أنا أدام أقلاده بطف كجدي لوشي جي دي صح لي مشرح عبد الكريم دي حسب كل مية هذانا أي نجينا warkumiye maano hayn kiisha la toole codkeena kusbiyo dhexdiisa lagu musqmaasoo yaa in loo damaanad qaadayo maanta hadeen codka ugu badan xitaa leenayde kulmiye dhexdiisa inaynu ka qaadan karno codkeena mise Abdikariim ma hanin kusbiyahana ma hanin la socda kusbiyan kulmiye fajida iyo samin tajka reerka dhexdiisa loogu dhigo ما إلى عشان كرا عطكا وسؤال غير كل اللي حد ليه وحش بيجي صدا أفر فري إيه ما تا فرفوكا إلا سيدي بسش حلقة أوه زي صار غير كذي صوت ده إيه خلاف كده هي ورجالي دي وحش بيجي صاير نقرا بل أغلى أي نقطة صارينه عد كني وينو هاي السنة دت كني وينو هاي السنة وين ما ديار بشر رحمات صو صارتين ما أنا هاي نتلا فريستو حسبي أنا قصو بيحي كرنا ده إن لا أنالايز كريول إسلام ميلدي كل مية وينو جنا وحبي إنه ما يلا مصبح إنه آد إنه نعبي هاي واتقانا مركا عبد الكريم ما هن حسبي هنا مو أوجا وح خش بيجين كده شراء مو أوجا وح صد الله يسقون يقعد يسمع تشكى عطك هذين وصينه ما إلى عشان كرايو ما قاعدن كرايا وامي شعيب محمد موسى دان كهلا شعيب محمد موسى خش بيجين كومية أيو أخا شعيب لذا الكيسي يكتب تيجيسي وده برا ضيعي أو كلار ضيعي وحاسو dabin daawiya maayir buu noqday oo ka gudbi shacab hankiisi siyaasadeed shacab uu sii wati shacab erishada uu ku weerinaya reernimo ay muusa u naciibay ninka moodi muusa inuu reerka jecel yahay shacab ilaa xusbigiisu ahaay walmacay uu qabay shacab xusbigii hawshiisu ku sii watay ilaa heer wasiir uu ka gaaray saayib kama horimo hankiisi siyaasadeed xisbiga uu sii watay ilaa heer baarlamaan deynu ka gaaro oo rool kale u ciyaaro waa maxamed wadiin SBC gibli anigu waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sida ma sameyn karayo qurma heer runmiya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxad mar hore igu sheegay weeyday fikir